السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. زي ما أنتم شايفين كده حبيبي، النهاردة فطار عشر يوم رمضان، عملنا الجمبري الجميل دوت، وعملنا السمك الصبيط، وعملنا السمك الجزل ده، وعملنا شوربة الجمبري، والسمك المكرونة، والسمك البربونيا، والسلطة والرز. تعالوا افطروا معانا أحلى فطار بصراحة. النهاردة ولادي ساعدوني في المطبخ، ربنا يبارك لهم، بناتي وابني ربنا يخليهم لي، وكل عام وانتم بخير وصحة وسعادة، واللهم بلغنا في رمضان. أنا اللي شقيت في الكلام ده يا جدعان. يلا فلوس. وهنا حبايبي هنبتدي نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. معانا هنا كيلو من الجمبري الوسط، اللي هو ولا كبير قوي ولا صغير قوي، تمام. ومعانا هنا ده كيلو من السمك الفيليه زي ما حضراتكم شايفين كده. المكونات بتاعتنا بقى النهارده هاخد 250 جرام من الدقيق، يعني ربع كيلو. بهارات بتاعتنا معانا معلقه من الكزبره، معلقه كبيره من الكمون، معلقتين من الملح، معلقه كزبره، معلقه كبيره من الزعفران، وهنا معانا الفلفل الاحمر، ومعانا الثوم المفروم. كده كل المكونات بتاعتنا تمام. جبت الكبة، ولو مش متواجد كبة يبقى مش مشكلة، تستعملي الطبق وتستعملي ايدك او مضرب، او مضرب العادي يعني السلك. هنزل هنا بكوباية من المية في الكبة، وهنزل بكوباية الدقيق، وهننزل بمعلقة التوم، معلقة توم كبيرة، ومعلقة فلفل احمر، وهنزل بكل المكونات دي كلها اللي هي الكزبره، الكمون، الملح، البابريكا، قصدي الزعفران، ومعلقه الكزبره. كل المكونات دي بقى كده هنضربها ضربه كويسه عشان ما يحصلش فيها ايه تكتلات مع الايه الجمبري والجزل. هنا ضربت المكونات كده كلها مع بعضيها في قلب الكبه، وهبتدي بقى ان انا هجيب بوله وفضيها فيها. هنا جبت البولة، وشايفين القوام اللي انا عايزة، انا عايزة قوام تقيل. هبتدي بقى انزل بالجمبري في كل المكونات اللي انا عملتها دي. صدقيني بصي، جربي الخطوات دي كلها، اعتمديها، هتاكلي احلى جمبري كنتاكي والله. بصوا حاجة يعني، انا جربت جربت الطريقة دي كذا مرة، وبصراحة عجبتهم جدا. شايفين اللون كمان الزعفران. هنسيبها بقى كده لمدة ساعتين ثلاثة، هنركنها كده ونحطها في التلاجة، نغطيها بكيس بلاستيك ولا حاجة ونحطها في التلاجة، ونعمل الجزل. هنا السمك الجزل حبايبي هبتدي ان انا اعمله. هنعصر بقى نص ليمونة كده، وهبتدي ان انا انزل ايه السمك الجزل. معلش نقلب بس تقليبه كده الاول عشان الليمون ايه يمتزج مع الخلطه. هنزل بالسمك الفيليه كله، ده كيلو من السمك الفيليه، وهنبتدي ان احنا نقلبه. هنا قلبت السمك الجزل او الفيليه، هبتدي بقى اسيبه كده. انا نسيت احط نص فص ليمون على الجمبري عشان يعني ايه الزفارة. كده تمام، وهنركنه، هسيبه بقى في التلاجة كده هو والسمك الجزل. يبقى انا كده عملت كيلو الجمبري وكيلو السمك الجزل، هنحطه في التلاجة لمدة ساعة يشرب من التتبيلة دي او ساعتين، ونبتدي نقليه. وهنا حبايبي احنا قبل الفطار حوالي ساعه الا ربع هنبتدي بقى ايه نقلي الجمبري ونقلي السمك الفيليه. ولقيت ابني كده عامل لي مفاجاه يعني قبل الفطار بحوالي ساعه ونص، جايب لي كيلو مكرونه على بربونيا، ولقى عند الست بتبيع صوبيا، فجاب ايه صوبيت سمك صوبيت، فجاب لي الايه الصوبيت ده. هنبتدي بقى نقلي كده، نسمي بالله ونصلي على الرسول.
هاخد الجمبري اللي انا تبلته معاكم، هبتدي انزل كده بقى ايه في الدقيق كده، وعلى نار تكون حامية. هعمل الكمية وارجع لكم. وهنا خلصنا الكمية كلها اللي هي الجمبري بتاعنا، وهتجي بقى نعمل في الجزر. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل الكمية وارجع لكم. وهنا على نار عالية نزلت شريحة من الليمون ضعف من الزفارة، وهنا برضه شريحة من الليمون، وهبتدي ان انا هقلب الجمبري. تمام، اهم حاجة النار تكون عالية وبعدين توطي عليها بعد كده. هنا هنزل بالسمك الجزر، برضه النار تكون عالية. هنا هبتدي ان انا اقلب الجمبري، طبعا هو ما بياخدش وقت اكتر من دقيقه، يعني ما تتخليش عنه. شايفين اللون الجميل ده، لون الزعفران، بصوا اللهم بارك يعني. وحاولي ان انتي ما تكتريش، يعني ما تنيش الطاسه قوي عشان تاخدي راحتك في الايه، ان انتي تقلبي كويس. اهو هو اللون ده اللي انا عايزاه، اللون الذهبي الجميل. وهنا حبايبي خلصنا ايه الجمبري، ومعانا هنا شويه الصبيط وسلطه الطحينه، وعملنا الجزر وشوربه الجمبري التحفه ديت، وعملنا المكرونه السمك، وعملنا جنب منهم كمان البربونيا والسلطه والرز. تعالوا بقى ايه النهارده الجمعه افطروا معانا احلى افطار رمضان، اللهم بلغنا رمضان.